محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه واعلموا أنكم ملاقوه، فيجزي كل نفس بما كسبت يوم لا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، إن صدق التعامل وصفاء القلب وتزكية النفس وصواب المقصد وسلامة الوسيلة وصحة الغاية، كل أولئك من أظهر صفات المتقين، المتقين من عباد الله والصفوة من عباد الرحمن الذين استضاءت قلوبهم بأنوار القرآن وأشرقت نفوسهم بآياته وعظاته، فغدوا في ضياء القرآن وهدي النبوة أشد الناس حبا لله وأعظم الخلق حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لوازم ذلك كمال المحبة لما يحبه الله، كمال المحبة لما يحبه الله ورسوله، وتمام البغض لما يبغضه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وإن مما أبغضه الله تعالى وكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم صفة المكر السيء، وهو إخفاء الأذى والسعي إلى إيصاله إلى من مكر به بكل سبيل، فكان سيئاً مكروهاً من صفات الأشرار لا من صفات المؤمنين الأخيار. وكانت عاقبة أهله أن يحيط بهم جزاء مكرهم ويرتد عليهم سوء تدبيرهم، فينقض الله ما أبرموه ويحبط الكيد الذي كانوه، ويبوءون بالخزي والهزيمة، ويتجرعون غصص الحسرة والندامة حين لا تنفع حسرة ولا ندامة. وفي هذا يقول عز من قائل في شأن المشركين المكذبين بآية الله عز وجل ورسله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحلف المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه والطبراني في معجمه الكبير بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار، أي مفطن بصاحبه إلى الاصطلاء بالنار يوم القيامة. ونقل عن الإمام محمد بن كعب القرظي رحمه الله قوله: ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به، أي حتى ينزل به عاقبة ما فعل: من مكر أو بغى أو نكث. وتصديقها في كتاب الله قوله سبحانه: ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، وقوله: إنما بغيكم على أنفسكم، وقوله: فمن نكث فإنما يمكث على نفسه، الآيات. وإن كل خصلة من هذه الخصال مؤذنة لمن اتصف بواحدة منها بسوء المنقلب وضلال السعي وقبح المصير، فكيف بمن تلوث بأرجاسها جميعا فرضي لنفسه التردي في وحدتها والسقوط في حمأتها؟ عباد الله، إن لصفة المكر المقبوحة في دنيا الناس صورا تجل عن الحصر وأمثلة تربو على العبد،
فمن ذلك ما يفعله بعض الناس من دخول بين المرء وزوجه بالوقيعه والفساد، فيعمل على قطع حبل الود بينهما وتغيير قلب الزوجه على زوجها باغرائها بان تطلب الطلاق من زوجها بدعوى انه لا يصلح لها وانه لا يستحقها وانها لم تخلق له وانها لم تخلق له ولم يخلق لها وانه ليس عنده ما يحملها على البقاء معه وان لها عليه اذا قبلت منه واجابته الى ما اراد ان يسارع الى الزواج منها فور انتهاء عدتها من زوجها مع ما يعرفها ويمنيها به من خفض عيش وحياة مترفة مرفهة تنتظرها في فلكها، مهتملا فرصة وجود خلاف بين الزوجين لا يكاد يسلم منه بيت ولا تخلو منه أسرة، ضاربا موضع الحبل بكل قواعد المروءة ومكارم الأخلاق، وشيم النبلاء بسعيه إلى هدم أسرة وفض اجتماع وتشريد أولاد طافلا أو غير آبه بالوعيد الزاجر لمن فعل هذا العمل المبذول، وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح واللفظ له وابن حبان في صحيحه من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على الأمانة فليس منا، ومن خبب على امرئ زوجته أي أفسدها عليه فليس منا. وفي سنن النسائي وصحيح ابن حبان بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفسد امرأة على زوجها فليس منا. ومن ذلك يا عباد الله ما يقوم به بعض أهل المكر والخديعة حين يحمل إلى امرأة ذات مال ومكانة فيخطبها إلى وليها مظهرا الرغبة الخالصة في الاقتران بها أملا في أن تكون سكن نفسه ورفيقة دربه وأم أولاده، سالكا في بلوغ هدفه كل سبيل، مبديا من معسول قوله، باغيا من فضل ماله ما يبلغ به الغاية، حتى إذا تم له ما أراد إذا به يكشف عن خبيئة نفسه ويظهر حقيقة أمره، فما هو إلا طالب مال وعبد دينار قفر لما سعى إليه ثم لم يلتفت بعد ذلك إلى فضل أو حقوق أهله عليه، بل إنه يرد لها الجميل إما بطلاقها وإما بإبقائها في عصمته، لكن كالمعلقة غافلا أو معرضا عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء في خطبة حجة الوداع بقوله: فاتقوا الله في النساء، وفي رواية: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وغافلا كذلك أو معرضا عن قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ولا ريب أن هذا من أظهر الظلم وأشده ضررا على الأسرة والمجتمع المسلم. ومن صور ذلك أيضا يا عباد الله ما يقوم به بعض الناس من إيهام غيره بأنه يعمل في مشروعات ويشارك في صفقات طالبا إليه المشاركة بماله ليحظى بربح مضمون ومكاسب كبيرة كما يزعم، فإذا انجلى الغبار وأسفر الصبح تبين أنها صفقات وهمية ومغامرات فاشلة لم تدرس ولم تمحص ولم يعلم ما وراءها،
عما جاء من وعيد لمن يسمع ذلك، وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، والإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ومن ذلك أيضاً يا عباد الله ما يفعله بعض من فسد قبره وساء عمله بحسده لغيره والنظر إلى ما في يديه مما حفاه الله من فيض النعم ووافر الخيرات، فيتمنى زوالها عنه وانتقالها إليه بغير جد ولا عمل، بل حسداً وظلماً وعدواناً، فيسعى للكيد له ويمضي في المكر به. فالحاسد عدو النعم، وهذا الشر هو من نفس الحاسد وطبعه، ليس شيئاً اكتسبه من غيرها، بل هو من خبثها وشرها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد شاهد الناس عياناً أن من عاش بالمكر مات بالفقر. ألا وإن صور ذلك كثيرة لا حد لها، ومردها والباعث عليها جميعا عدم الخوف من الله تعالى وكراهة الخير لعباده. فاتقوا الله عباد الله، وحذاري من المكر السيء، فإنه مرتد على صاحبه محيط بأهله، وكفى به سوءا أن يكون سببا يفضي إلى ارتفاع ثقة الناس بعضهم ببعض، وإلى أن لا يأمن بعض الناس بعضا. وليس ذلك من شأن المجتمع المسلم الراشد. وإن في ذم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الصفة لمزدجرا لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم.